نكملوا مع بعضنا في ليكزو 2. واش مدلنا في ليكزو 2؟ مدلنا الداله اف تساوي ارك تانجونت اللي هي الداله الاكسيه ارك تانجونت هي نفسها تانجونت موانزا تساوي تانجونت موانزا داله الاكسيه اللي داله تانجونت. قالنا جيت صوره المجال صفر واحد. كيما نلقاو صوره هذا المجال نبداو مع بعضنا هنا ليكزو 0. السؤال الاول حبينا نلقاو صوره المجال صفر واحد. به معناها صوت المجال صفر واحد معناها إكس ينتمي إلى هذا المجال. أنا أوجد إكس ينتمي إلى المجال صفر واحد. إش معناها إكس ينتمي إلى المجال؟ معناها إكس محصورة بين صفر وواحد. أنا هضرنا أكبر أكبر أو يساوي أصغر أو يساوي لأنه مجال مغلق. يكون مجال مغلق أكبر أو يساوي وأصغر أو يساوي ويكون مجال مفتوح أكبر ثمن وأصغر ثمن. باهي بعد واش راح نديرو؟ غنحاولو نخرجو هاد الدالة اللي داخل دراك طونجونت تسمى نضربو في اثنين ونقصو واحد وبعدها ندخلو دراك طونجونت باش تخرجلنا اف دي اكس. نضربو في اثنين الطرفي تاع المتراجعات تاعي تخرج هنا صفر هنا اثنين اكس وهنا اثنين نقصو واحد الطرفين ترجعنا نقص واحد هنا اثنين اكس نقص واحد هنا واحد. بعدها واش حبينا ندير؟ حبينا نخرجو الدالة ارك طونجونت على هذا المجال ولا على هذه المتراجعه. لكن قبل ما ندخل الداله تاع ارك تونجونت على هذا المجال لازم نعرف هل الداله متزايده او متناقصه على هذا المجال. فعلى بالنا في ارك تونجونت ارك تونجونت كي نجي نشطحو واش يساوي؟ يساوي واحد قسمه اكس مربع زائد واحد. ما نحكيش على الداله اف، هذه ماشي مشتقه تاع الداله اف، هذه مشتقه تاع الداله ارك تونجونت هي هذا. وهذه على بالنا فيها راهي موجبه على المجال ار. إذا كانت معروفة على الأرض راهي موجودة. إيش معنى؟ معناها كي ندخلو هنا أكثر جوج هنا أكثر جوج هنا أكثر جوج ما يصرا والو، ما تبداش المدرجة. عكس إذا كانت الدالة متناقصة، بحال هذي أعرف بلي أكثر جوج الدالة هذي راهي دالة متزايدة. معناها شي كي ندخلو أكثر جوج هنا أكثر جوج هنا أكثر جوج هنا ما يصرا والو. أكثر جوج ناقص واحد أكبر أو يساوي، منا كي ندخلو أكثر جوج خرج لنا الدالة على الإكس. ومن هنا خرجنا أرك تونجونت واحد زائد واحد حيث أرك تونجونت مثل هنا بلي أرك تونجونت واحد هو بي أربعة معناها هذا راه يساوي بي قسم أربعة. وقالنا بلي أرك تونجونت راهي دالة فرضية معناها أرك تونجونت لي ناقص إكس يساوي ناقص أرك تونجونت لي إكس. معناها الناقص هذا يخرج هنا لبرا خرجنا ناقص أرك تونجونت واحد أصغر أو يساوي من أف لي إكس، وأف لي إكس أصغر من القيمة هذي قلناها بي على أربعة، وعلى بالنا بلي أرك تونجونت تاع الواحد يساوي بي على أربعة. إذا نخرج أف لي إكس محصورة ما بين جيه بي على أربعة وناقص بي على أربعة. إذا أف صورة المجال اللي هو صفر واحد في الحالة هذي راهي تساوي ناقص بي على أربعة، المجال أكيد راح يكون مغلق وبي على أربعة. كملنا السؤال رقم واحد. السؤال رقم اثنين قلنا وشي؟ قلنا مونتريكي اف اي بيجيكتيف. اش معناها اف بيجيكتيف؟ معناها لازم تكون انجيكتيف ولازم تكون سيرجيكتيف. بيجيكتيف واش معناها؟ معناها جيت الدالة تاعنا تكون انجيكتيف زائد سيرجيكتيف. كيما نعرفو الدالة تاعنا انجيكتيف ولا لا؟ اش معناها الدالة تاعنا انجيكتيف؟ معناها اذا كانت اكس واحد واكس اثنين فاصلتين مختلفتين ماهمش متساويين لازم الشرط يكون جيه اف لي اكس واحد لا يساوي اف لي اكس اثنين. ماشي تخرج لنا من لي فاصلتين مختلفتين وتكون تخرج لنا نفس الترتيبة او نفس الصورة تلك الفاصلة. واش غنديرو؟ قانون سهل باش تكون بيجيكتيف لازم تكون انجيكتيف، وباش تكون انجيكتيف لازم تحقق هاد العلاقة. واش هي؟ شي علاقة هادي كالكو سوا اكس ا اكس دو ا بارتي لونسومبل دو ديبار اللي هي ار في الحالة هادي هي مجال التعريف اللي هي ار. لازم نطلقو من اف لي اكس واحد يساوي الشرط لي هو اف لي اكس واحد يساوي اف لي اكس اثنين. نلقاو بلي شي هذا الامر يستلزم بلي اكس واحد يساوي اكس اثنين. نطلقو منه نطلقو من اف لي اكس واحد يساوي اف لي اكس اثنين. واش راح نلقاو؟ عوضو في الدالة هذيك لي ارك تونجونت نلقاو بلي ارك تونجونت اكس واحد ولا عندنا اثنين اكس واحد اثنين اكس واحد ناقص واحد يساوي ارك طونجونت 2 اكس 2 ناقص 1. بعدا واش ندير؟ باش نخلصو من ارك طونجونت ندخلو طونجونت على الطرفين كيما نقصيه كيما الان ارك طونجونت يبقى عندنا طونجونت داخلو ارك طونجونت
اكس راهم يروحوا مع بعضهم لانهم دالتين عكسيتين ويساوي اكس. الاولى الانفرس تاع الثانيه، ايضا الثانيه هي الانفرس تاع الاولى، معناها ايضا تحقق لي العلاقه هذه باك تونجونت تاع التونجونت داخلو اكس يروح على معناها القانون اكس. معناها ندخلو تونجونت من التونجونت من تبقى لنا 2 اكس 1 ناقص 1 يساوي 2 اكس 2 ناقص 1. مالو شنو يصرى؟ ناقص 1 يضرب مع ناقص 1، 2 يضرب مع 2 يخرج لنا اكس 1 يساوي اكس 2. اذا من هنا ضربنا في الاداب تاع نفس بها انجكتيف. دونك نقولو شي اف اي انجكتيف، برهنا بلي دالة تاعنا راهي انجكتيف. كيما برهنا بلي دالة تاعنا راهي سيجكتيف، باش تكون دالة تاعنا سيجكتيف لازم تكون كل صورة إكراي تنتمي، كل صورة لي اف لي اكس لي هي نفسها إكراي تنتمي إلى هذا المجال اللي هو مجال الوصول، منصوب الضريبة اللي هو سابقة ولا صورة المجال ار بدالة اف. لازم نطلقو من كل عنصر من ثم عنده سابقة، لازم يكونش عندي عنصر ثم في هذا المجال، في هذا المجال ما عندوش سابقة لها. مثلا نهزو الصفر سواء محصورة بين ناقصين بي بي الاثنين، لازم الصفر هذاك عنده فاصلة ولا سابقة نعوضها في دالة اف تمثل صفر. لازم هذا هو الشرط، لازم كل العناصر اللي كاينين ثم عندهم سابقة. نبدأ طبعا مهمة اف باش تكون سيرجيكتيف، اف لا سيرجيكتيف واش معناها؟ سيرجيكتيف معناها كالكو سوا إكراي أبارتيغ من صوب الضريبة اللي هي ناقص بي على اثنين بي على اثنين، إل إكزيست إكس أبارتيغ من صوب دو ديبار اللي هي إف في الحالة هذي، حيث وشيف تالكو لازم يتحقق لنا الشرط هذي هو إف لإكس يساوي إكراي. في الحالة هذي واش نحاولو نديرو؟ نحاولو نجبدو إكس بدالات إكراي. كيف غادي نديرو؟ نعوضو إف لإكس باش تساوي اللي هي آرك طونجونت 2 إكس ناقص 1 تساوي إكراي. نحاول نجبدو إكس بدالات إكراي، نحاول نجبدو إكس شحال يساوي بدالات إكراي. تخلصو من آرك طونجونت، ندخلو طونجونت على الطرفين، خرجنا 2 إكس ناقص 1 تساوي طونجونت إكراي. نردو واحد من هيد، خرجنا 2 إكس يساوي طونجونت إكراي زائد 1، نقسمو على 2 الطرفين، خرجنا إكس تساوي طونجونت إكراي زائد 1 قسمو 2. فعلى بالنا في مجال تعريف تاع الدالة طونجونت اللي هي على بالنا في طونجونت إكس ولا طونجونت إكراي بحال هاذي، واش بيه مجال التعريف تاعو؟ اللي هو إر ناقص ماشي بي على 2 زائد بيكا، لأنه على طونجونت على بالنا فيه يساوي سينيس إكراي على كوسينيس إكراي. واش هي الحاجة اللي تقدم لي المقام في الحالة هاذي؟ هي بي على 2. ملاحظة نحكي على بي على 2، نحكي على السالب تاعها اللي هي بالمقابل تاعها، نحكي على بي على 2 نفسها ناقص بي على 2 التي تساوي 3 بي على 2، الزاوية 90 والزاوية ناقص 90 اللي هي نفسها 270 درجة. هذي وهذي على بالكم من بي على 2 باش نروح ناقص بي على 2، نزيد بي اللي هي نص دور زايد بي كيما كتبت لهنايا زايد بي كا، شفناها بي كا معناتها نص دور أو دورة كومبلي. كي نرجع لها ندير دورة كومبلي راح نرجع بي على 2. لكن مجال التدريب ولا حاجة تقدم لي كوسينيس هي بي على 2 ولا ناقص بي على 2 ولا ناقص بي على 2 زايد بي ولا بي على 2 زايد بي، وهي ماشية في الحالة العامة هي ار ما عدا ناقص بي على 2 زايد بي كا. هل هذا المجال اللي هو الإكراي هذا ينتمي إلى هذا المجال؟ هل هذا المجال اللي مدهولنا هو محتوى في هذا المجال؟ نعم، هذا المجال محتوى في هذا المجال، صغير بالنسبة لهذا المجال ومحتواه تسمى أول هذا المجال تعريف راهو صحيح. لو كان حبيت نحقق هل صورة هذا المجال هي نفسها ار ولا، وبعبارة أخرى هل توجد قيمة من هنا في الإكس نعوضها في الإكس ولا لا قيمة من هنا من إكراي بحيث ما عندهاش صورة من هنا من إكراي. شوف كيف نديرو، ونرسم التمثيل البيني تاع دالة طونجونت، هذه تكون بي على 2 وهذه تكون ناقص بي على 2، على بالنا في طونجونت صفر هو صفر وهذا في قيم ممنوعة، والرسم تاع طونجونت على بالنا فيه كيف يجي عند بي على 2 راح يمد لنا زايد من النهاية يفوت على نقطة صفر صفر، وعند نقطة بي على 2 راح تكون ناقص ما نهاية. كما راكم تلاحظوا من البيان بلي صورة هذا المجال هو هذا كومبلي، وهذا واش هو من ناقص من زايد ماينا حتى ناقص ماينا اللي هو ار كومبلي. اذا عرفنا بلي واش اي قيمه من هذا المجال عندها سابقه، اي قيمه من هذا من المجال عندها سابقه من ذلك المجال اللي هو ناقص بي على 2
و بي لا سي هاكا ارنو بلو شيف قال هذا ماشي باللي ايغريك هذا هذا الايغريك ينتمي صح ناقص بي على 2 و بي على 2 هو الشرط الاول والشرط الثاني الاكس هذا ينتمي الى ار لانه صوره طونجونت ايغريك طونجونت هذا المجال هو ار هيا عرفنا من خلال الرصد من هذا الامر نعرفو بلو شيف نكتب له هذا الشرطين اللي هذا محققين او صحيحين ولا نكتب له الشرط الاول اللي حكيت عليه باللي ايغريك الحالة هذه ينتمي إلى R مع عدد ناقص بي على 2 وزيد بي كا نساوي شكا هذا ينتمي إلى Z وهذا المجال المحتوى في هذا المجال لأنه هذا المجال عام كبير و X لازم نكتب له هذا الشرط بلي X ينتمي إلى R معناها بلي R فوش بيها سيرجكتيف سيرجكتيف من الشرط هذا الأول والشرط هذا الثاني F راهي انجكتيف و F راهي سيرجكتيف معناها F راهي بيجكتيف لماذا كون لقاو هذا السؤال اللي هو اف موانزا ملاحظه باش لقاو اف موانزا لازم تكون انجيكاس باش تكون بيجيكتيف دالتا بيجيكتيف معناها عندها لا سيبروك بيجيكتيف اللي هو لا فونكسيون انفيرس تاع اف موانزا دو اكس كيف لقاو هي مثال وما تعبروها الى واحد كي ندير مره باللي راه سيجيكتيف نهز هاد الداله في بلاصه ايغراي وين نحط اكس لانه قال لي هابي تاع اكس كون قال لي هنا تي نحط هنا تي قال لي ايغراي نحطها ايغراي اللي خلاها كما راه اذا اف موانزا في الحاله هذه F موانزا دو X هي نفسها طونجونت في بلاصة Y غادي نحط X زايد واحد قسمه اثنين هكا جاوبنا على هذا التمرين والتمرين اللي بعد بالنسبة للإكزارسيس تربع باش بدنا لا فونكسيون هادي اللي هي أوسي 2 X ناقص واحد قسمه R طونجونت X بدنا غير كالكيلي لو ديفلوبمون ليميت أو لوردر دو أو فازيناج دو زيرو دو لا فونكسيون F حيث بدنا هاد درنا قصية واش تساوي درنا راك طونجونت واش تساوي صح نحتاج راك طونجونت صحيح اللي هو القيمة هذي اللي هنا كومبلي اللي هو ديفلوبمون ليميت على راك طونجونت لكن واش نحتاجو لهنا نحتاجو اس اثنين اكس معناها بلاصة اكس باك نحطو هنا اثنين اكس هادي احنا نروحو لاكس و تروا نحتاجو واش اس ثلاثة اكس ونحتاجو ديفلوبمون ليميت ديفلوبمون ليميت تاع الدالة اس اثنين اكس او فوزيناج دو زيرو صح واش هي قلنا اسي 2 اكس هي نفسها واحد في بلاصة اكس نحط 2 اكس زايد في بلاصة اكس نحط 2 اكس يكون مربع قسم 2 عامل اللي هو 2 لانه كاين عامل اللي هو 2 في الواحد زايد 2 اكس كل اس 3 قسم 3 عامل اللي هي 6 واش غادي يساوي يساوي 1 زايد هنا نقاط نخرج لنا زايد ملاحظة هنا على حسب الاوردر اللي نحتاجو هنا كاع ان اوردر دو بحال هكا لكن في هذا التمرين بالنسبه للاسيه سي 2 اكس و ارك طونجونت دو اكس نزلهم اوف الاوردر تروا بيزيو بيناتهم هذا قسمه هذا القسمه هذه ما تكونش قسمه اقليديه ما عندناش معناها راح نهزو الحد الكبير قسمه الحد الكبير لا راح نهزو الحد الصغير قسمه الحد الصغير اللي هو ديفيزيون سونو لي بوسونس كيفاش كيف راح نديرو كيفاش غنديرو نديرو انا قادر نقول له زائد x اس 3 فوا لو راست دو x كيما هكا او نكتبوها هكا بوتي بون في x اس 3 هذا الور بترو واش راح نقول هنا نلقاو 2 x زائد 4 x مربع قسمة 2 زائد 2 مكعب اللي هي 8 x اس 3 قسمة 6 زائد هذا لو راست واش غادي نلقاو بعد التبسيط غادي نلقاو اس 2 اكس تساوي 1 زائد 2 اكس زائد 2 اكس مربع زائد 8 قسمة 6 كي نديرو التبسيط الاختزال نلقاو اكس اس 3 زائد بوتي طون اكس اس 3 اللي هو لو راست الرمز تاع لو راست فقط اللي هو قادر يكتبو لك او يكتبو لك صح ما ادريش راح نديرو راح نديرو القسمة هاذيك راح نقسمو هذا قسمة هذا القسمة هاذي راح تكون ديفيزيون سولون لي بويسونس كروسون معناها راح نبداو نقسمو الصغير على الصغير بصح ملاحظة نحتاجو اس 2 اكس ناقص واحد هنا نبدا اس 2 اكس هنا نحتاجو اس 2 اكس ناقص واحد هنا هاد العبارة هادي كومبلي نقصرها واحد نحا هاد الواحد نبدلنا هاد العبارة ونبداو القسمة تاعنا راح نقسم هذا 2 اكس زائد 2 اكس مربع زائد 4 قسمة 3 اكس مربع قسمه واش قسمه هذا اللي هو اكس زائد ولا ناقص
اكس اس 3 على 3 لا حبسنا بيتا وحنا ادور دو 3 حنا نحتاجو هنا كان ادور دو 2 حنا نحتاجو ادور دو 3 ونقسموها مع بعضها ومن بعد نخيرو لا فقط نحتاجو بلورتر دو لا فونكسيون تاعنا اف دو اكس واش راح نديرو بحال هذا نقسمو اصغر حد على اصغر حد 2 اكس قسمة 2 مدلنا ولا 2 اكس قسمة اكس راح مدلنا 2 ديرو الضرب 2 في 2 اكس مدلنا 2 اكس وهذا بها راح مدلنا ناقص 2 اكس بس 3 قسمة 3 بعد نديرو عملية الطرح بالهنايا شنو يخرج لنا اللول ناقص اللول راح مدلنا 0 هذا ناقص ناقص هذا ماهيش راح نديرو بيناتهم الطرح راح يبقى لنا هذا لأنه كل واحد عنده اس خاص به يبقى لنا هذا ناقص ناقص يبقى لنا هنا زائد ويعطي هذا كيما راه من اكس اس 3 ونهبطوها لملاحظة اس 3 هذا فنختم هبطوها هنا 4 على 3 اكس اس 3 هذا واش عملنا هذا جوج نقدر نجمعهم هنا عندنا اكس اس 3 هنا عندنا اكس اس 3 هنا 2 قسمة 3 هنا 4 قسمة 3 تسمى المقامات المحدية 4 زائد 2 اللي هو 6 6 قسمة 3 تخرج من 2 اكس اس 3 باهي نفس الشيء نقص 2 اكس مربع قسمة اكس راح تمدلنا 2 اكس هذا في هذا عندنا 2 اكس مربع وهذا في هذا كما تلاحظوا هذا اكس اس 1 وهذا اكس اس 3 راح عندنا اكس اس 4 2 اكس اس 4 قسمه 3 وهذا راح نديروا عملية طرح هذا ناقص هذا عندنا هنا 0 هذا وراح نديروا الطرح لهنا هذا ناقص ناقس هذا ماهمش نطرحهم بعضهم لانه هذا اكس لوبيسونس 4 وهذا لوبيسونس 4 تسمى راح يبطلنا هذا كما راه 2 اكس اس 3 والناقص الناقص راح يبدلنا زائد 2 اكس اس 4 قسمة 3 فه قسمة الاصغر ولا الصغير الصغير على الصغير 2 اكس اس 3 قسمة اكس بدلنا 2 اكس اس 2 هذا في هذا راح يبدلنا 2 اكس اس 3 وهذا في هذا راح يبدلنا ناقص 2 اكس اس 5 على 3 ديرو عملية طرح هذا ناقص راح يبدلنا 0 هذا ناقص ناقص راح يبقى كيما راه 2 اكس اس 4 قسمة 3 زائد 2 اكس اس 5 على 3 نحبس لهنا علاه نحبس لهنا لاني راه نحتاج الاوردر دو الاوردر دو معناها لوبيسونس دو لهنايا وهذا واش هو هذا هو الريست هذا هو الريست تاعي هو اكس لوبيسونس دو لو ريست دو اكس هذا حيث على بالنا بلي لو ريست الليميت تاعو لما اكس تساوي لزيرو و يساوي لزيرو خلاص نحبسو لهنا واش نقولو هنا نقولو بلي شي لا ديفلوبمون ليميت او فازينا تو زيرو الاوردر دو اللي هو ان ايكال دو تاع اف تاع اف نورمالش اف هو اف لي اكس تساوي هذا تساوي 2 اكس مربع زائد 2 اكس زائد 2 بهذه البساطة صح ما ادري واش قال لي احسب النهائي كالكي لا ليميت دو اف لي اكس لما اكس او في الصفر نحسبو النهاية تاع الدالة هذي لأنه واش لابان بلي الدالة اف لي اكس تساوي هذي تساوي بالتقريب تساوي بالتقريب هذي نروح هنا نسينا كلوراست تساوي بالتقريب هذي هذي تساوي بالتقريب هذي نكتب هذي 2 اكس مربع زائد 2 اكس زائد 2 زائد 0 اكس ريبريزونت دو بصح بشرط او فوازيناج دو زيرو او فوازيناج دو زيرو معناها كاين يحسب لا ليميت عند زيرو معليش كيف كون جات عليا لا ليميت عند نقطة أخرى لا ما نقدرش لازم ندير ندير ديفلوبمون ليميت عند تلك النقطة باش نحسب عندها النهاية لا ليميت تاع اف اكس لما اكس يساوي زيرو هي نفس لا ليميت تاع الدالة هاد ديفلوبمون ليميت تاعها ويساوي اثنين بحال هاكا خاطر كاين لي نوض هذا اوبسيت هذا اوبسيت فهم اثنين قلنا اخر اكزوت اللي هو هذا ليكزو 4 نحلوهم مع بعضنا ونكون كملنا هذا الاختبار بالنسبه ليكزو 4 واش بدلنا بدلنا لا فونكسيون اف دو اكس تساوي هذا وهذا وهذا هذا كيكون اكس اصلا زيرو اصغر تماما وهذا كيكون اكس يساوي زيرو اللي هو اف دو زيرو ايكال زيرو واف في المجال هذا اللي هو مساوي 3 المية ها هو واش تساوي قلنا اي تي دي لا كونتينيتي دو اف اون اكس زيرو ايكال زيرو واش معناها معناها لازم تكون النهايه تساوي الصوره باش نكونو مستمرة اما اذا كانت النهاية لا تساوي الصورة وين عند الصفر فان نقولو بلي الدالة هادي غير مستمرة واش نديرو نحسبو الصورة السؤال الاول نحسبو اف نحسبو اف دو زيرو اف دو زيرو هو واش يساوي صورة الصفر هي صفر صورة الصفر هي صفر باهي تسمى باش تكون الدالة تاعنا مستمرة لازم النهاية عند الصفر تكون صفر بخنقورة و خمسة في نفس الوقت
احسبوا لي هاي تاع الدال اف الاكس لما اكس تساوي صفر باش نكبروا استخدموا الدال هاي يكون اكس اكبر تمام من صفر سمي هذه تساوي لون ليميت تاع اف الاكس والسيت اكس ناقص اكس ناقصه لما اكس تساوي صفر كي نجيو نحسبوا لا فونكسيون هذه نحسبوا لها لون ليميت على صفر نلقاو حاجه بنتين سيت صفر هي واحد ناقص صفر ناقص واحد قسمه صفر اللي هي صفر قسمه صفر اللي هي حاجه بنتين نديرو هاد الإزالة ببساطة راح نديرو هاد لوبيتا ماشي هاد لوبيتا نشتقو هادي ونشتقو هادي بهذه البساطة نجمعو نشتقو سيت إكس هو نفس سيت إكس ونشتق إكس لا ناقص إكس هو ناقص واحد ونشتق إكس هذا اللي هو الواحد بحال ناقص واحد هذا راه بزاف مشتقيناه ونجي نعوضها تخرج لنا سيت صفر اللي هي الواحد ناقص الواحد على واحد اللي هي صفر قسمة واحد اللي هي صفر باهي إذا لقينا بلي الدالة تاعنا راه مستمرة وين على يمين على يمين اكس زيرو بخيم كور معناها على يمين على دروات لو اكس زيرو صح دونك واش ندير نحسبوا لا ليميت تاع اف اكس لما اكس ولا تسمو بقيم صغرى نستخدمو الدالة الاولى اللي هي سينيس اكس ناقص اكس قسمة اكس نفس الشيء نجيو نعوض نلقاو بلي سينيس صفر ناقص صفر على صفر سينيس صفر هو صفر نوصل وقت نصيب لي حالة نتاين كيف ندير الإسالة حالة نتاين في الحالة هاد راح نديرو قاعدة لوبيتار نشتقو المقام ونشتقو البسط كل واحد وحدو ولا مشتق سينيس هو كوسينيس منا هذا سينيس إكس اللي قابل هو ناقص سينيس إكس هذا كوسينيس إكس وهذا ناقص كوسينيس إكس الإشتقاق يكون في هذا الإتجاه مشتق سينيس هو كوس ومشتق كوس هو ناقص سينيس إذا مشتق سينيس هو كوسينيس إكس مشتق الواحد هو ناقص واحد ولا مشتق ناقص إكس هو ناقص واحد تمام مشتق الإكس هو الواحد عوضو بالصفر تخرجنا كوسينيس صفر ناقص واحد على واحد أيضا كوسينيس صفر معروف اللي هو الواحد واحد ناقص واحد هذا يساوي الصفر خرجنا صفر قسمة واحد اللي هو زيرو إذا واش لقينا في الحالة هذي لقينا بلي الدالة تاعنا مستمرة على دروات دو إكس زيرو و على كوش دو إكس زيرو تسمى لقينا النهاية بقيم كبرى من خمسة ولا متساوية لقينا بلي هذا يساوي لا ليميت تاع اف لإكس لما x تساوي على 0 بخيم كبرى هو يساوي ضرب من تاعف x لما x تساوي على 5 هو يساوي 0 اللي هو عدد موجود نقولوا في الحالة هذه نقولوا f يكونتيني اون x 0 حتى نجاوبوا f يكونتيني او x 0 يقال 0 صح السؤال الثاني قال لك دي لا ديريفابيليتي دو f اون x 0 سؤال رقم 2 حنلصو قابلية الاشتقاق تاع الدالة هاذ شو وقع في قابلية الاشتقاق هو لا ليميت تاع اف لي اكس ناقص اف لي اكس زيرو قسمة اكس ناقص اكس زيرو نحسبوه بقيم كبرى ونحسبوه بقيم صغرى عند اكس زيرو شحال اكس زيرو كان لي راهو يساوي الصفر نعوضو هذا بالصفر نعوضو هذا بالصفر نعوضو هذا بالصفر صح نحسبوه بقيم كبرى ثم نحسبوه بقيم صغرى كل واحد وحدو لازم نلقاهم متساويين ولازم نلقاهم يساوي عدد باش نقولوا بلي الدالة هذه شبيها راهي مستمرة باهي حيث اف لي اكس بقيم كبرى قلنا راح نهزو الدالة هذه اللي هي اوسيت اكس ناقص واحد قسمة اكس ناقص اف دو زيرو عرفناها بلي راهي زيرو قسمة اكس لما اكس يعلى زيرو نديرو الكسر اللول في مقلوب الثاني نخرج لا ليميت اف لي اكس ناقص اف لي زيرو قسمة اكس ناقص زيرو لما اكس يعلى زيرو بقيم كبرى تساوي الليميت تاع سيت اكس ناقص واحد قسمة اكس في مقلوب واحد على اكس كسر اللول في مقلوب الثاني لما اكس يولى زيرو بقيم كبرى وتساوي الليميت تاع سيت اكس ناقص واحد قسمة اكس مربع لما اكس يولى زيرو نفس الشيء نسخنا قاعدة لوبيتال اشتقوا المقام اشتقوا البسط خرجنا الليميت تاع سيت اكس ناقص واحد قسمة مشتق اكس مربع اللي هو 2 اكس وكان جاي نعوض في الحالة هذه نلقاو السي صفر اللي هي الواحد ناقص واحد قسمة اثنين في الصفر اللي هو صفر خرجنا صفر قسمة صفر اللي حالة عدم تعيين درنا قاعدة لوبيتال هنا اشتقينا المقام اشتقينا بس تخرج نفس الشيء خرج حالة عدم تعيين أيضا عاد نطبقوا على قاعدة لوبيتال المرة الثانية من هنا حتى لهنا درنا اشتقاق مقام اشتقاق البسط من هنا حتى لهنا أيضا اشتقوا المقام واشتقوا البسط واش راح نلقاو مشتقوا السي اكس اللي هو السي اكس مشتق ناقص واحد اللي هو زيرو ومشتق اثنين اكس اللي هو اثنين لما اكس تساوي صفر بقيم كبرى وكي نعوضو فيه بالصفر واش غنلقاو غنلقاو اس سي صفر قسمة اثنين اللي هي واحد قسمة اثنين اذا النهاية بقيم كبرى هذه كلها تساوي واحد على اثنين لازم بقيم صغرى ايضا نلقاوها تساوي على اثنين
قادرين بحال هادي نقولوا بلي لا فونكسيو اي ديريفابل على دروات دو اكس 0 ايكال 0 حيث المشتقة تاعها تساوي على 2، لكن بالنقطة اكس 0 تساوي 0 لا لازم نحسبوا بها 5 مرات ايضا باش نعرفوا هل هي قابلة للاشتقاق ام لا. دوكا واش نديرو نحسبوا لا ليميت اف اكس ناقص اف بي 0 على اكس ناقص 0 لما اكس ولا 0 بقي 5 مرات واش تساوي 100% راه معروف الدالة هذي لما اكس ولا لا اكس اصغر تماما من الصفر اللي هي سينيس x ناقص x قسمة x هذه على بالنا فيها زر هي قسمة x كسر لو في المقلوب الثاني خرجنا سينيس x ناقص x قسمة أكيد خرجنا هنا x مربع نفس الخطوات اللي درناهم في المثال هذا راح نشتقو هذا وراح نشتقو هذا لأنه كنجيو العوضة خرجنا حالة نتاعي مشتق تاع المقام خرجنا كوسينيس x لأنه مشتق سينيس هو كوسينيس x مشتق ناقص x اللي هو ناقص واحد مشتق x مربع اللي هو 2x ايضا كيجي معوض لهنا راح نلقاو شيء كوسينيس صفر هو الواحد ناقص واحد قسمة 2 في الصفر اللي هو صفر قسمة صفر هذا نتاعي ايضا نديرو نعاودو نديرو قاعدة لوبيتال مشتق الكوسينيس هو ناقص سينيس x مشتق ناقص واحد اللي هو زيرو قسمة مشتق 2x اللي هو 2 لما x تساوي صفر بقي مشغل نديرو معوض سينيس صفر اللي هو صفر صفر في الناقص اللي هو صفر قسمة 2 تخرجنا صفر إذا لقينا بقيم صغرى هذه كنا تساوي الزيرو وبقيم كبرى لقينا تساوي واحد على 2 وأنا على بالي بلي واحد على 2 لا يساوي الصفر إذا قانون قابلية الاشتقاق بقيم كبرى لا يساوي قانون قابلية الاشتقاق بقيم صغرى نقول بالأف ني با ديريفابل هنا ني با ديريفابل وين A لا O X0 إيكالا 0 لا A X0 إيكالا 0 بهذه البساطة كملنا التمارين لهذا الاختبار برعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.